اهلا بكم دائما الصحاب والحباب مجموعين كيتجمعوا باش كنحتفلوا جميع كنكرموا جميع فنانه من الفنانين ديالنا. اليوم المكرم هو جاف الميعاد عميق جميل جاف الميعاد فناننا وعريسنا اللي غادي نحتفلوا به هاد الليله هادي هو الفنان عبد المنعم الجمعي. جد فرحان عندي شي عيد ميلاد اكثر من عيد ميلاد اللي خاطر دابا ما درتش شي تكريم تكرمني مدير الاذاعه والاخوان الصحفيات الوطنيه الوطنيه نعم. واللي فرحانين بيا صحابي معايا والزق الوطني لاسد الاستاذ بوشعيب بوشعيب الخيار لخيط بوطوي بوطوي زوج تاعنا الفلا رقم جوج هادي ستي هذاك 68 كنت خريت تما وخريت بالجوزه وخريت بالخميس وكان ديك الساعه النصارى اللي كيقريونا ولا العربيه ولا فرنسا يقريونا الى اساتذه الكبار في الدنيا. نعم. من ديك الساعه الملاعب ديالي بدات اغاني هنديه. من بعد الهنديه كبرت شويه وليت كنفكر في سي احمد البيضاوي. كان يقول تعالى في نص الضوء خانحه اللي بافيق ومجموعه ديال الاغاني اللي كنت كنحفظها وانا كنت في المدرسه. كان الاستاذ عند مصري كيقول لي يا ولد يا هندي طلعت غني لنا شي شويه نضربوا شي شويه انا ديك الساعه الثاني الثانوي في المدرسه نقولوا عندك واحد 16 عام هكاك هكاك هي زمان من بعد دخلت الثانوي من بعد درت امتحان في البريد من بعد البريد دخلت واحد 3 سنين وانا ديك اللعبه ديال الميل الفني ما كتكسخ ولي عبد الحميد حافظ اثر عليا محمد عبد الوهاب محمد البيضاوي هادو كلهم كنردد الاغاني ديالهم كنبغي نسمع كنبتي يعني اغاني العندليب عبد الحليم حافظ هي اول خطوه تقريبا باش عرفت عبد المنعم الجامعي انه مغني. غنيت له الله يرحمه مسكين عبد المنعم الجامعي صوت من اجمل الاصوات المغربيه وربما الاخوان يشاطروا له نفس الراي لانه عنده حركات متميزه. الرجل اللي استطاع يغني امام سيده الطرب العربي ام كلثوم غنى قدامها واطربها في حضره مغفور له جلاله الملك الحسن الثاني الله يرحمه وغنى قدامها وسالت عنه قالت لهم هذا الشاب له صوت جميل. استاذ عبد المنعم الجامعي كانت كتربطوا علاقه مع المرحوم عبد الحليم حافظ كان صديق ديالو وكيغني قدامه وكان معجب به. نعم. هذه كلها دلالات تدل على اننا الان امام هرم استثنائي. نعم. رجل قدم الشيء الكثير للاغنيه المغربيه وهذا التكريم اليوم هو تكريم مستحق. نعم. لانه رجل ماشي في عيار من العيار الثقيل. نعم. والخزانه الوطنيه تشهد له بذلك ان مجموعه من الاغاني كيغني القصيد كيغنيه ممتاز كيغني الزجل المغربي ممتاز الصوت ديالو كنقولوا حنا بالدارجه باللغه الموسيقيه كنساوي عليه الالات كيغني جوست عنده نبرات صافيه. وانا ما اتمناه في هذا اللقاء وهو كنتمنى الاستاذ عبد المنعم الجامعي الصحه والسلامه وانه يكون دائما متالق وتكون هذا الاحتفاء هو واحد شحنه قويه ان شاء الله باش يرجع لنا. نعم. يعني كيف عاهدناه من نهار اللي عرفته وهو شاب الى يومنا هذا مازال شاب. هذه الايام شفت واحد فيديو فيه جوج ديال النساء كانوا جميلات في الشعور ديالهم ولكن وحده منين شرفات يعني تشوف الوجه ديالها كيف ولا واخرى لان القلب ديالها الطيب بقات دائما في نفس الصوره. هذا هو الاستاذ الجامعي لانه رجل طيب.